30/1/2012 هجوم الشبيحة على أحد المنازل واقتحامها مما أدى إلى احتراق المنزل بكامله وقتل بعض أفراد المنزل. انظر إلى القضائف. ثلاثين واحد 2012 احتراق منزل في حي القصور بأكمله من قبل الأمن والشبيحة من أجل إلقاء القبض على شخص وتم تصفيته داخل منزله. انظروا آثار الدمار. هذا ما يفعله بشار وعصابتهم.